وصل المعازيم لحفلة لينا محمد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. اليوم احتفلت لين بعيد ميلادها، واعتمدت لين في حفلة عيد ميلادها ديكور تبع الباربي، حيث كانت قاعة حفلة العيد ميلاد كلها باللون الزهري. واعتمدت لين فستان باللون الأبيض وتركت شعرها كيرلي، وإطلالتها لاقت إعجاب جمهورها. أما نارين بيوتي فظهرت في المول وكانت عم تقيس فساتين سهرة. ما بنعرف هل راح تكون متواجدة في عيد ميلاد لين محمد أم لا. اترككم على ستوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. جهزت وعملت هيك شعري بونيتيل مونيتيل وهذا طالعين كمان ما لقيت عم لبست التنورة. بليز ما حدا يعلق لي على التنورة انه انا لبستها مليون مرة، بس يعني بعرف بدي شوبينج وبعرف انه انا لبستها كتير، بس ما عندي ومتأخرة، فما حدا يعلق لو سمحتوا على تنورتي، انا كتير بحبها ورح طل البسها بكرة واللي بعده واللي بعد بعده واللي بعده. عم امزح يمكن لا. اوكي، عم احط كريم